نعم. لعلنا نختم معكم هذا اللقاء ونطلب من شيخنا الكريم العلامة الشيخ صالح الفوزان كلمة أخيرة بمناسبة استعداد المسلمين للحج والعمرة، جزاكم الله خيرا، نختم به هذا اللقاء. نعم، الحمد لله، المسلمون الآن يعني ينتظرون قدوم الحج والعمرة، وهذا موسم عظيم، وأيضا هو محل لأداء ركن من أركان الإسلام، ومحل للحج والعمرة اللذان ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، فهو موسم عظيم يحل على المسلمين، فالمسلم يغتبط بذلك. وفيه عشر ذي الحجة للحاج وغيره، فيصوم عشر ذي الحجة ويكثر من التكبير في عشر ذي الحجة ويذكر الله عز وجل سواء كان في الحج أو في غيره. وكذلك التكبير، التكبير هذا عام للحجاج ولغيرهم، والأضاحي أيضا للحجاج ولغيرهم، فهذا موسم عظيم للعبادات يحل بالمسلمين، وكل له نصيب منه، الحاج وغير الحاج. نسأل الله أن يتقبل من المسلمين، آمين، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا واستقرارنا، آمين، في آمين أوطاننا، آمين، وأن لا يسلط علينا أعداءنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.